لدينهم ولنبيهم، فهدموا الكنيسة على رؤوس أهلها ولم تهدأ ثائرتهم، بل حاصروا المدينة من كل الجهات حتى لا يخرج ذلك الكلب منها، وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوه، وما رفعوا الحصار حتى قبضوا عليه وقتلوه. إنها النيجر المسلمة رغم فقرها وحاجتها لا تزال تعتز بدينها وتدافع عن إسلامها. واسمع من أخبار العزة التي انطلقت من الصحراء الكبرى هناك. أولا لا بد أن تعلم أن المعونات إنما صبت على المدن وما حولها، ولم يصل إلى القرى الصحراوية إلا النصارى، لأنهم يملكون الشاحنات والسيارات وكل الإمكانيات، بل عندهم أساطيل جوية ينتقلون بها في كل مكان. تصور أن حكومة النيجر لا تمتلك إلا طائرة واحدة من أقدم الطائرات. فبعد جولتنا في المدن قررنا الانطلاق إلى القرى الصحراوية، وقررنا أن نصرف أكثر المعونات التي نحملها هناك. هناك في الصحراء على مسافة 1000 كيلومتر عن العاصمة ميامي بدأت رحلتنا الصحراوية، وكنا قد اتفقنا مع أحد التجار الذين يعملون في بيع وشراء المواد الغذائية والمواشي. قمنا بشراء 300 طن من الدخن وهو الغذاء الرئيسي لأهل النيجر، وقمنا بشراء 300 رأس من الماعز، وقام هذا التاجر بإيصالها هناك وأخذ ثمن البضاعة وثمن الإيصال. وحرصنا أن تكون الأغنام لليتامى والأرامل، فمن الأغنام يأكلون ويشربون ويلبسون، وهي من أعظم نعم الله على أهل الصحراء. قال الله: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. بسبب الجفاف وانقطاع الأمطار ماتت المواشي وهلك الزرع، فهم في أمس الحاجة للأغنام، ولقد وفق الله شراءها وتوزيعها ولله الحمد من قبل ومن بعد. لكن أتت في 300 رأس من المواشي في آلاف مؤلفة من البشر. أحبتي، الأمر الملاحظ والأمر اللافت للنظر في كل القرى الصحراوية التي مررنا بها النشاط الكبير للجمعيات النصرانية، أثرهم واضح هناك حيث حفروا الآبار وبنوا المدارس، حفروا الآبار وبنوا المدارس الفرنسية وبنوا المستوصفات التي تقدم الدواء والعلاج للفقراء باسم الكنيسة وباسم المسيح. لكن في المقابل رأينا حرص أهل الصحراء على حلقات القرآن وتعليم الصغار، وسمعنا الفاتحة تنطلق من أفواه الصغار واضحة صحيحة. رأينا مباني النصارى من الخرسانات ومجهزة بكل الإمكانيات، ورأينا في المقابل المساجد من الطين والقش تشكو إلى الله حالها. رأينا مباني النصارى من الخرسانات ومجهزة بكل الإمكانيات، ورأينا في المقابل المساجد من الطين والقش تشكو إلى الله حالها. أقسم كثير من أهل تلك القرى أنهم ما رأوا عربا قبلنا، أقسم أهل تلك القرى أنهم ما رأوا عربا قبلنا ولا وصل إليهم أحد من المسلمين، بل قالوا إن النصارى يقولون لنا: نحن نحبكم أكثر من المسلمين، بدليل أننا جئنا إليكم، بدليل أننا قدمنا لكم المساعدات. أين هم عنكم؟ ماذا قدموا لكم؟ ولماذا لم يأتوا ليساعدوكم؟ أخفيت دموعي وأنا أسمع مثل هذه الكلمات، أليست هي الحقيقة؟ هم ذهبوا إليهم ولم نذهب نحن. بل اسمع معي ماذا قالوا لرئيس بلدية إحدى القرى وأكثرها سكانا: أخذنا إلى مبناه المتواضع المقام من الطين، بعد أن أخذنا في جولة بين المدارس الفرنسية والمستوصفات التي وجدنا عليها طابورا كبيرا من النساء والأطفال تقدم لهم وجبات الإفطار، ثم أخذنا إلى مكتبه وقال لنا: لقد عرضوا علي عطايا وهدايا، مقابل ماذا؟ مقابل أن أقنع الناس بإقامة مراكز اجتماعية يعرضون فيها النصرانية على الناس. فرفضت العرض، كيف أبيع إسلامي وعقيدتي؟ كيف أبيع إسلامي وعقيدتي من أجل أموالهم؟
كيف أخروا آخرتي من أجل إرضائهم؟ يقول بل زادوا في العروض ووعدوني بإقامة مبنى للبلدية وتجهيزه بأحسن الأثاث والإمكانيات، فما زادني ذلك إلا إصرارا وتمسكا بديني. لسان حاله: أنا مسلم وأقولها ملء الورى، أنا مسلم وأقولها ملء الورى، وعقيدتي نور الحياة وسؤددي. هكذا هم يشترون الذمم ويدفعون الأموال الطائلة لصنع الخونة والعملاء لهم في كل مكان، حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم، حتى الصحراء لم تسلم من مكرهم. أحبتي، قبل عقدين من الزمن لم يكن يسمح للتنصير أو جمعياته بالدخول إلى النيجر، ثم مع الانفتاح ودعوة الديمقراطية المزعومة سمحوا لهم بالدخول، ثم مع سنوات القحط والجفاف تتابعت وزادت جمعياتهم بإمكانياتهم الكبيرة، وقاومت النيجر المسلمة بإمكانياتها الضعيفة. ولكن إلى متى ستستمر المقاومة؟ ومتى سيستشعر المسلمون أحوال إخوانهم هناك؟ يقولون لنا: كان الدعاة في السابق يأتون بدعم من الشيخ ابن باز رحمه الله، ولما مات توقف كل شيء، تبت حيا وميتا يا ابن باز، تبت حيا وميتا يا ابن باز. أحبتي، النصارى ليسوا بأغبياء، فهم يعلمون علم يقين أن المسلمين يحبون دينهم وأنهم لا يقبلون بالكنائس في قراهم، فماذا يصنعون؟ اسمع بارك الله فيك، يحفرون الآبار ليضمنوا استقرار الناس وتجمعهم حول الماء، فلا حياة بلا ماء كما أخبر الله، ثم يبنون مستوصفات ومستشفيات لعلمهم حاجة هؤلاء الفقراء للعلاج والدواء. ثم الخطوة التي تليها: يبنون مدارس وفصولا دراسية تدرس اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية والتاريخ الفرنسي والعلوم النصرانية لإفساد دين الفقراء، رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء، فلقد هزمتهم النيجر المسلمة. رغم إمكانياتهم الكبيرة وقلة إمكانيات الفقراء، فلقد هزمتهم النيجر المسلمة شر هزيمة. فما أن يبني هؤلاء كنيسة حتى يبني الفقراء مقابلها مسجدا ويقيموا فيه حلقات القرآن للصغار والكبار. في إحدى القرى حول العاصمة نيامي رأيت كنيسة مهجورة، فسألت الناس: ما خبر تلك الكنيسة؟ فقال لي أحدهم: بناها النصارى حين جاءوا لتقديم المساعدات لنا، ثم أخذوا يدعون الناس للحضور إليها وقدموا لهم الطعام والشراب والمال. قلت: فماذا صنعتم؟ قلت: ماذا صنعتم؟ قال: وقد أشار إلى مسجد صغير مقابل الكنيسة، قال: قمنا ببناء هذا المسجد، قمنا ببناء هذا المسجد من القش والطين، وأقمنا فيه الدروس وحلقات القرآن، والتف المسلمون حول مسجدهم ولم يذهب إلى كنيستهم أحد، والذين ذهبوا أخذوا من النصارى الطعام والشراب ثم جاءوا لأداء الصلاة معنا. قلت: الله أكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال لي أحد المسلمين هناك: إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا، إنهم يستغلون حاجتنا وفقرنا، والله لشاة واحدة من بلاد المسلمين خير من ملايين النصارى. المسلمون يعطوننا لأنهم يحبوننا، وهؤلاء يريدون إضلالنا، لكن هل نحبهم حقا؟ هل نحبهم حقا؟ رغم فقرهم ومعاناتهم وقلة إمكانياتهم، رغم كل المؤامرات، أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات، أبناؤكم في الصحراء يقرؤون الفاتحة بأجمل الأصوات ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.